ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده جاي وزعلان قوي، انا لقيتكم اخترتوا مستر محمد وما اخترتونيش، فانا همشي واسيبكم ما عدتش جاي تاني. وهل اجيب لكم مستر محمد هو اللي هيديكم حصه الانجليزي يا مستر؟ يا مستر. نعم يا عاطف. تعالى هنا خدوني اقول انا اصحابي كلهم اختاروك. ماشي، ما انا عارف ده الطبيعي. يعني ايه الجديد؟ انت كنت عارف؟ عارف. لا انا بقى كنت عارف من ساعتها ان هم هيختاروني. انا طبعا هم بيحبوني. ما هم بيحبوك يا عاطف، بس انت عايز تديهم انجليزي. انت مالكش في الانجليزي يا عاطف. ليه؟ ما انا قاعد اقول واو تيم واو تيم. برضه مالكش في الانجليزي يا عاطف. طب خلاص اديهم انت بقى. وانت هتعمل ايه؟ هقعد هنا اتفرج عليك. طب ما تمشي. لا مش ماشي، قاعد على قلبك. ماشي يا عاطف، اهلا بيكم في الدرس الثاني لجريد 6. النهارده اولاد عندنا حاجه اسمها اكسكلاماتوري. مين يا اخويا؟ اكسكلاماتوري يا عاطف. اخوك؟ ماشي يا عاطف. اكسكلاماتوري يعني ايه؟ اكسكلاماتوري ايوه يعني يعني اسلوب التعجب. واو. بالظبط. واو. او بالظبط. قبل ما نبدا يا اولاد، عايز اقول لكم على حاجه. احنا عندنا الجمله عندنا في الانجليش اربع انواع. وي هاف فور كايندز اوف سنتنسز. ايه هما الاربع انواع دول؟ اول نوع عندنا اسمه ديكلاراتيف. عارف يعني ايه ديكلاراتيف يا عاطف؟ مين؟ طيب ديكلاراتيف يا اولاد يعني الجمله الخبريه، جمله بتديني معلومه. خلاص، ات جيفز مي انفورميشن. زي مثلا لما اقول اي جو تو سكول، انا خلاص عرفت اي جو تو سكول، اللي قدامي بيعرف انا رحت المدرسه او انا بروح المدرسه، انا كده اديته معلومه. الجمله دي ات اندز وذ ا بيريود او ا فول ستوب. خلاص، لازم الجمله تنتهي بنقطه. النوع الثاني اسمه interrogative، اللي هي الجمله الاستفهاميه، اللي هي الكويستشن. زي لما اقول what do you eat. what do you eat يا عاطف؟ بشاميل. برافو يا عاطف، 100 100. هات لي معاك المره الجايه وانت جاي. زي بالظبط زي ما انتم شايفين، والجمله انتهت بايه؟ بكويستشن مارك. النوع الثالث اسمه imperative، يعني الجمله الامر. do كذا and don't do كذا. زي لما اقول do your homework يا عاطف. لا. طيب الجمله دي زي ما انتم شايفين يا اولاد انتهت برضو بفول ستوب. خلاص، النوع الرابع، وده النوع اللي احنا مش تسالني انا عرفته ولا لا. عرفت ايه؟ اللي انت بتقوله ده. انت شطور يا عاطف، انا لسه هراجع عليهم تاني يا عاطف. طب راجع. طب لما اخد النوع الرابع يا عاطف. طب اتفضل. النوع الرابع اسمه اكسكلاماتوري. يعني ايه اكسكلاماتوري؟ زي ما قلنا معناها اسلوب التعجب. خلاص، دي اللي بستخدمها تو اكسبريس سربرايز، عشان اعبر بيها عن الدهشه. ولازم الجمله دي في الاخر it ends with exclamation mark، لازم تنتهي في الاخر بعلامه تعجب. خلاص، تاني يا عاطف، عندي كام نوع يا عاطف؟ اربعه. four kinds of sentences. اول نوع declarative. يعني ايه declarative يا عاطف؟ جمله خبريه، اللي هي بتديني information. it gives me information، بتديني معلومه. it ends with وبتنتهي ب نقطه. شطور. النوع الثاني interrogative، اللي هو النوع الخاص بالquestion، وده بينتهي بايه يا عاطف؟ برافو، كويستشن مارك. النوع الثالث جمله امبيراتيف. يعني ايه امبيراتيف؟ يعني جمله امر بتديني اوردر، ودي لازم في الاخر تنتهي بايه كمان يا عاطف؟ بنقطه. بنقطه، زي بالظبط الجمله الخبريه. النوع الرابع، وده اللي مهم عندنا، اللي هو بيبقى اسمه اكسكلاماتوري، وده بينتهي في الاخر بحاجه اسمها اكسكلاميشن مارك، اللي هي معناها بالظبط. شطور يا عاطف، علامه تعجب. زي بالظبط لما اقول شي از ا فيري بيوتيفول جيرل. الجمله دي عارف على مين يا عاطف؟ على امل. اكيد. امل مين؟ لا يا عاطف، دي على مرمر يا عاطف. مرمر. She is a very beautiful girl. بنوته جميله جدا. الجمله دي انا عايز اخليها، عايز احولها لجمله تعجب. قلت what a beautiful girl. what a beautiful girl. تعالوا بقى دلوقتي نعرف ازاي بحول كل جمله تقدر تجيلي احولها لجمله استفهاميه. استفهاميه. استفهاميه ولا تعجب يا مستر؟ لا تعجب. بالظبط. لا ده انا سهلك قوي. لا انت شطور يا عاطف والله. انا عارف قلت لك. ما ايوه ما انا عارف. انا كمان هما كمان قالوا لي على فكره. طب يعني انت عجبك مرمر؟ طيب عايز اشوف بقى مين اشطر، انت ولا مرمر؟ انا طبعا. هنشوف. دلوقتي يا اولاد تعالوا نقسم السبوره ثلاث اجزاء، وناخد الثلاث انواع بتوع الاكسكلاميشن. اول نوع، لو انا بتكلم عن حاجه الحاجه دي كانت سينجولر. يعني ايه سينجولر؟
يعني شيء شيء لا سينجولر يعني شيء مفرد سينجولر يعني شيء مفرد ولازم الشيء المفرد ده يكون يعد سينجولر اند كاونتبل ناون شيء مفرد ويعد زي لما اقول مثلا اتس ان اكسبنسيف كار دي عربية غالية جدا انا الجملة دي عايز احولها لإكسكلاميشن احولها ازاي بصوا بقى معايا يا حبايبي اول حاجة اي جملة إكسكلاميشن بتبدأ بوات تبدأ بايه يا عاطف وات برافو عليك بعد كده نمشي خطوة خطوة هو انا هنا هتعجب بخصوص ايه الكار وان هي الكار دي ايه اكسبنسيف يبقى وات اكسبنسيف كار هي الجملة كده خلصت؟ لا ما خلصتش ليه؟ هي الكار دي سينجولر ولا بلورال؟ يعني مفرد ولا جمع؟ لا مفرد مفرد طب الصفة اللي قبلها بدأ بحرف من الحروف الفاولز ولا الحروف الساكنة؟ ايوه اللي انت بتقول عليها دي طيب عشان نفتكر مع بعض الحروف الفاولز اللي هم الخمس حروف اللي عندي في الانجليش A E I O U نقولهم تاني A E I O يو تعرف تقولهم تاني عاطف اي او يو اي برافو الخمس حروف دول يا اولاد لو جم في بدايه الصفه لازم المفروض ان انا احط قبلهم كلمه ان يبقى وات ان اكسبنسيف كار وات ان اكسبنسيف كار اوكي جمله كمان جمله جايه بتقول هي از intelligent boy زي كده بالظبط يا عاطف he is intelligent عارف يعني intelligent يا عاطف اكيد حاجه حلوه لا حدقه ماشي intelligent boy يعني هو ولد ذكي عايز ان انا احول الجمله دي لجمله تعجب دي سهله طب يلا يا عاطف يب وات برافو وات الكلام هنا على مين يا عاطف ادي احط البوي اخر حاجه واحط بعدها الاكسكلاميشن مارك اوعى تنسى علامه التعجب اوعى تنسى علامه التعجب وات بوي الصفه هنا ايه انتليجنت احط انتليجنت واحط ان كمان بالظبط ليه لانها بادئه بحرف متحرك يبقى وات ان انتليجنت بوي وات ان انتليجنت بوي طيب انا هديك جمله يا عاطف لو عرفت تحلها هديك هديه كبيره قد كده اهو هديه كبيره قد كده اهو ماشي لما اقول مثلا it is it's a very useful book useful 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 يعني ايه عاطف مفيد برافو عشان تعرف بقى ماشي الجملة دي أنا عايز أحولها لعلامة لأسلوب التعجب، تعرف تعملها لي يا عاطف؟ يلا يا عاطف. وات. وكله وات وات. ما هو لازم نبدأ التعجب كله بوات يا عاطف. ها وات وفي الآخر في عندي؟ أحط بوك. بوك. ها الصفة اللي بتوصف البوك إيه يا عاطف؟ يوسفول بتاعتي. يوسفول إيه؟ يوسفول. ها يوسفول دي تاخد إيه؟ ماليش دعوه بفيري انا دلوقتي هحط ايه يا عاطف ناقص الجمله دي ناقصه ايه ناقصه ايه ايه مش هحط ايه فيري يا عاطف ما تقولي انت هحط ايه ولا اني يا عاطف ان ليه عشان ده فيها يو حرف متحرك عاطف غلط ما انت اللي مغلطني مغلطك ليه يا عاطف مش انت اللي بتوقعني طيب بص يا اولاد الحروف المتحركه مش على طول بتاخد ان ازاي الحروف المتحركة احنا مش بنتعامل مع اللغة ان هي مجرد حروف اشكال بتتحط وخلاص معايا عاطف لا الحروف دي نطق صوتيات حاجات بتتسمع حاجات بتتقال هنا كلمة useful بدأ بحرف اليو بس هو هنا بنطق يو ساوند يو انا بحاسب حرف اليو على انه يكون فاول اذا اتنطق يعني مالك يا عاطف سلامتك يا عاطف يعني مثلا يا اولاد كلمه زي كلمه يونيفرستي يعني ايه يونيفرستي يا عاطف جامعة برافو وكلمه امبريلا ايوه الشمسيه عارفها حلو الجملتين بادئين هنا الكلمتين سوري الكلمتين بادئين بحرف اليو
بس هنا كان نطقه يونيفرسيتي يونيفرسيتي، ده ما يعتبرش فاول. لكن لما قلت امبريلا امبريلا ده كده اه ساوند، دي اللي تاخد ان. يعني لما تيجي اليو وتتنطق اه يبقى انا هعملها لانها حرف متحرك. بالظبط، لو اتنطقت يو يا عاطف مش حرف متحرك. يعني هنا انا في الجمله دي هحط ا يوزفول بوك مش ان يوزفول بوك. طب والله كنت هقولها وخفت منك. ليه وانا بعضي يا عاطف؟ عشان ما تغلطنيش. اهو انت غلطت يا عاطف. بصوا يا اولاد، اكيد مستر رانيا ومستر مين قالوا لكم قبل كده ان في عندنا لما بناخد حرف الالف اسمه ا اي او، صح؟ لما يبقى سكون. ماشي، ا اي او برافو. انا برضو الحروف المتحركه عندي بعملها بنفس الطريقه، اذا جه الخمس حروف اتنطق فيهم نطقهم كلهم ا اي او. يعني مثلا كلمة زي كلمة one وكلمة زي كلمة orange. بتحب البرتقالي يا عطف؟ اه. ماشي دلوقتي الكلمتين بادئين بحرف الاو، بس هنا اتنطقت orange لكن هنا اتنطقت one. حرف الاو واحد ما تغيرش لكن نطقه اتغير. هنا دي تاخد a one لكن هنا اتنطقت o يبقى تاخد an. عرفنا الفرق ايه يا اولاد؟ طيب يبقى اذا كانت الكلمه سينجولر مفرد ويعد، بحط الكلمه بحط وات بعد كده اشوف الصفه هتاخد ايه اور ان زائد الصفه زائد الاسم الموصوف، اهي وات بلس ايه اور ان بلس ادجكتيف اللي هي الصفه بلس ناون اللي هو اسم الشيء الموصوف، وفي الاخر زي ما قلنا ما ننساش الكويستشن مارك. جمله كمان زي لو قلت مثلا شي از اكسكلاميشن مارك يا عاطف. كنت بتختبرني برضو؟ اه. شي از ا تول جيرل، عايز احولها يا عاطف. وات بعدين في الاخر اكتب جيرل. برافو عشان ما نغلطش. ها؟ و... ايه؟ طول. طول. ايه. يبقى what a tall girl. What a tall girl. طيب نفرض بقى ان الشيء اللي احنا بنتكلم عنه ما هواش singular. لا، الشيء هنا هنتكلم عن انه plural. plural. يعني ايه plural؟ يعني ايه plural يا عاطف؟ مش عارف. plural يعني الجمع. يعني حاجة جمع. وعلى شرط ان هو يكون برضو اي حاجة جامعة اولاد بتكون كاونتابل، اي حاجة جامعة بتكون كاونتابل يعني تتعد. خلاص؟ يعني مثلا لو قلت هو في حاجة جامعة مش بتتعد؟ لا، في حاجات احنا هنبقى ناخدها ان شاء الله بعد كده، في حاجة اسمها كاونتابل اند انكاونتابل. هو انت جاي معانا بعد كده؟ انت ما عندش عايز نجي يا عاطف؟ لا قصدك، بس انت مقطع عليا. ما انت معايا اهو يا عاطف، انا ما اقدرش اشتغل من غيرك يا عاطف. ما انت قلت عاوز مرمر. انا عايز كنتوا الاثنين يا عاطف. هتجيب مرمر معاك المره الجايه؟ والله هتدفع لها كام؟ ادفع لها؟ ماشي يا عاطف. حاضر يا عاطف. دلوقتي يا اولاد لو الكلمه اللي انا بتكلم عنها شيء جمع، خلاص؟ يعني مثلا بقول وات برضو وات، مش هكتب وات خالص يا عاطف. ذيس ار اولد بوكس. These are all the books. الكتب دي قديمة قوي. عايز ان انا اتعجب ان هي قديمة زيادة عن اللزوم. اعملها ازاي؟ هبدأ بوات عشان خاطر عاطف، يبقى وات، وفي الاخر احط الاكسكلاميشن مارك وقبلها كلمة بوكس. خلاص؟ الصفة هنا ايه اللي انا بوصفها؟ old. old. طب هل هنا احط ايه او ان؟ ينفع احط ايه او ان يا عاطف؟ ليه؟ لان الشيء ده جمع، وطالما ان الشيء جمع ما ينفعش احط معاه ايه او ان. كلمه ايه او ان دي يا اولاد اللي هي معناها وان، لكن طالما ان الشيء جمع ما ينفعش احط معاه ايه او ان. خلاص؟ جمله كمان لو هي بلورال زي لما اقول مثلا they are clever players. they are clever players، هم لعيبه شطار. انا عايز بقى ان انا احولها وات. انت نمت يا عاطف؟ لا بتفرج عليك. تتفرج عليا من غير ما تحل يا عاطف؟ وانا احل كله 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 كله. طب
طب what? What? Clever. Clever. Players. Players. Excellent. انت بقيت اشطر مني يا عاطف. هما كلهم بيقولوا دلوقتي. يبقى what clever players، لان players جمع ما ينفعش احط معاها زي ما قلنا، ما ينفعش احط معاها لا ايه ولا ان. طيب افرض بقى حبيبي انت وهو ان الكلمه اللي جايه لي الشيء الموصوف اللي انا بتكلم عنه الشيء ده uncountable. يعني ايه uncountable يا عاطف؟ لا يعد. برافو. uncountable. ايه يا عاطف انت بتعض؟ اوعى يا عاطف. لا ما تخافش. ماشي. لو الشيء ده uncountable، الشيء ده ما بيتعدش، اعمل ايه؟ الشيء uncountable دايما بيعامل معامله المفرد. عارفين ايه هي الحاجات uncountable؟ عارف يا عاطف ايه الحاجات uncountable؟ ما تقول يا بس، مش انت جايين عشان تقول. حاضر. الحاجات uncountable يا اولاد زي الليكويدز. يعني ايه ليكويدز؟ يعني اي ليكويدز. ليكويدز مالكش دعوه، هم هو عارف، هم عارفين يا عاطف، مالكش دعوه ما تدخلش انت. ماشي اتفضل قول. بس بقى اهو ماشي. ليكويدز يعني الحاجات السائله، اي حاجه سائله يا اولاد لا تعد، زي ميلك، اويل، ووتر، خلاص. بيبسي. خلاص. يبقى اي حاجه ليكويد لا تعد. الحاجه الثانيه اي حاجه خاصه بالفود فهي برضو لا تعد، زي لما اقول مثلا ماكروني، باستا. بتحب الباستا يا عاطف؟ رايس. خلاص. شوجر، سولت. شوجر يا عمر. ماشي الحاجة. يلا يا بس. حاضر يا عاطف. الحاجة كمان يا أولاد اللي هي الماتيريالز. يعني إيه ماتيريالز؟ يعني المواد الخام. أي مادة خام زي جولد، وود، سيلفر، كوبر اللي هو النحاس، الحاجات دي لا تعد. خلاص. عندي كمان حاجة اسمها abstract nouns. الابستراكت nouns يعني الكلمات المعنوية، حاجة أقولها بس ما امسكهاش بإيدي يا عاطف. زي مثلا لو قلت freedom، حرية، هي الحرية تتمسك بالإيد؟ بيمسك. ده ماسك شعلة يا عاطف، مش ماسك الحرية يا عاطف. زي مثلا الحرية فين؟ في الشعلة. في الشعلة؟ سمعتها في الشعرة. ماشي. عندي كمان يا عاطف لو انا بتكلم عن حاجة ما تمسكش، زي مثلا لو بقول ديموكراسي، ديمقراطية، بتتمسك بالإيد؟ بتروح تشتريها من عند البقال صح؟ لا 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 لا. امال بتشتريها منين؟ لا يعني مش هينفعوه. ماشي. خلاص. عندي حاجات كتيرة يا اولاد ما بتتعدش، اي حاجة من دي ما بتتعدش. خلاص. زي برضو لو قلت مثلا كلمة نويز او ميوزك، هي الميوزك دي بتتمسك بالايد؟ لا. النويز الضوضاء بتتمسك بالايد؟ لا لا لا. خلاص. يبقى الحاجات دي كلها uncountable nouns. لما اجي اتكلم عن حاجة uncountable nouns اوعى تعدى عاطف. ما تخافش يا عم. ماشي. زي لما اقول مثلا there is loud noise، في دوشه جامده. خلاص. عايز احول الجمله دي لجمله تعجب، هحولها ازاي؟ هتبقى برضو هبدا ب وات. انت زهقت من وات يا عاطف. وات وفي الاخر كلمه نويز. الصفه اللي بتوصف النويز ايه يا اولاد؟ لاود. اكسلنت. يبقى وات لاود نويز. What loud noise؟ لأن النويز ما بتتعدش، ما بحطش معاها لا إيه ولا آن. كذلك برضو لو جملة كمان أهي، لو بقول It's lovely music، الموسيقى دي جميلة. قول دي بقى. قولها أنت يا عاطف. What lovely music. Excellent. What lovely music. أحط علامة التعجب. وتحط علامة التعجب. شوف أنا كنت هنساها، أنت اللي فكرتني بيها يا عاطف. شطور يا عاطف. يبقى تاني يا اولاد، اذا كان الشيء مفرد ويعد زي دي قول احط ان او ان. امتى؟ فين يا عاطف؟ لو مفرد قبل الصفه. قبل الصفه بالظبط. يبقى بجيب الصفه موصوف ولازم احط قبل الصفه ايه او ان. وعرفت امتى بجيب ايه؟ اذا كان الصفه بادئه بحرف ساكن، واذا كان الصفه بادئه بحرف متحرك يا عاطف احط ان. اكسلنت. طب لو الشيء جمع يا عاطف؟ ما احطش حاجة. ما احطش حاجة خالص قبل الصفة. طب لو الصفة دي يا عاطف، لو انا الشيء الموصوف ده uncountable يعني مش بيتعدي يا عاطف، برضه ما احطش حاجة. برافو يا عاطف. احنا النهاردة كده خدنا الدرس الثاني، اتمنى انتوا تكونوا كلكم فهمتوه، واشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية. وانا فهمت جدا يا مستر على فكرة. لا انا زعلان منك يا عاطف. ليه بس؟ كده عشان انت مش بتحبني. لا 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 انا بحبك وهثبت لك دلوقتي. ماشي يا عاطف. يا اصحابي اعملوا للمستر لايك وقولوا له في الكومنتات ان انتوا بتحبوه. انا خلاص حبيته.
واشوفكم في حلقه جديده مع مستر محمد. باي باي باي.